لحباب جمعة مباركة، جمعة مباركة بالصحة والسلامة ورزيق يا رب الكريم، وبالكلمة الطيبة وبالمحبة. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحة ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس، اموركم مزيانة يا رب الكريم. واحد الحبة قدشنا هي؟ هاد 4 ايام هاد الحبة خارجة، ما عرفتها علاش خارجة. المهم ما علينا، انا هضر لكم في هذا الفيديو على الحكومة الفرنسية الفاشلة، الحكومة الفرنسية الفاشلة، القرارات الفاشلة. المواطن الفرنسي ما عجبوش الحال اليوم مع الصباح في الأخبار وفي الصحافتين وهادشي كله اللي تيجرى، هي هاديك اش تيقولوا بالنسبة للقرارات اللي خداتها الحكومة البارح، وسميتو هادشي كله اللي هضر عليه جون كاستيس البارح والرئيس الفرنسي، هادشي اللي تيديروه هو الحكومة تاعو. المهم أول حاجة كما شفتوا كما شرحت في هذاك الفيديو تاع البارح الاولاني اللي حطيته، المهم التلقيح أسخازينيكا هيبدا ان شاء الله اليوم، راه بدا رجعوا الناس يتلقحوا، هي هذيك بالتلقيح تاع أسخازينيكا، لان الاداره الفرنسيه اداره الاتحاد الاوروبي للادويه قالت على اساس انه التلقيح بهذا الفاكسان تاع أسترازينيكا الي ايفيكاس الي سور ايفيكاس، يعني خاصو اللي بغات الدول تلقح به تلقح به، وفرنسا بيان سور هترجع تلقح به، راه بدات الحمله تاع التلقيح اليوم. من جهه اخرى سميتو لي تيست ساليفير، لي تيست اللي خرجوا على قبل باش نشوفوا واش فينا الكوفيد ولا لا، راه تي خرجوا في الفرماسيانات، المهم في شي مدن خرجوا وفي شي مدن راه باقي ما خرجوش. هادي من جهه. من جهه اخرى احبابي احباباتي هضروا على كما شفتوا 21 مليون 21 مليون فرنسي تكونفينا، 21 مليون فرنسي تكونفينا، هيدخلوا في حيز التنفيذ هاد الجمعه في الليل من وين، يعني هيدخلوا في هاد الكونفينمون. هضروا على كونفينمون، قال لك في القاموس، دابا نهضروا في القاموس كيسكو سا فو دير ان كونفينمون، في القاموس اللغوي الحجر الصحي في القاموس هو انك تجلس في واحد بلاصه ما تخرج ما تدرج ما ديرها تبقى غير جالس في بلاصتك. ولكن كما شفتوا في القرارات الجديده تاع الوزير الاول اللي خرج البارح واللي هضرت عليها في الفيديو الاخير، هضر على اساس كاين كونفينمون، يعني سدوا هاد المناطق هذيك 16 ديبارتمون ياك، عقل 16 ديبارتمون هيسدوها، يا هذيك راه هيسدوها ان شاء الله هاد اخر الاسبوع يديك. ولكن في نفس الوقت كما قلت في الفيديو وداك الشيء اللي قال الرئيس الوزير الاول جون كاستيس، عندك الحق تخرج ما تفوت 10 كيلومتر تاخذ لاتيستاسيون، قل من 10 كيلومتر تخرج بلا لاتيستاسيون بلا وثيقه ولا حتى شي حاجه، الوثيقه راه هي القديمه هتعاود ترجع كما قلت في الفيديو، هي هذيك بغيتي تخرج النهار كله خرج النهار كله دور وتساره، ولكن السبعه تاع العشيه ترجع لدارك. ودابا هذا واش كونفينمون ولا ماشي كونفينمون؟ هذا ماشي كونفينمون. المهم انا بالنسبه ليا واش نتوما متفقين ولا ما متفقينش، واش هذا كونفينمون؟ خرج النهار كله دغور وتسارى ويا هذيك وسير ودير وفعل ودا والسبعه تلقاك في الدار. المهم الجامعات راه كاينين شي وحدين هيبقاو حالين وشي وحدين هيبقاو سادين، المدارس في هاد البلايص في هاد 16 ديبارتمون اللي قلت عليها اللي سميتو دخلت الكونفينمون، سميتو هينقصو من العدد تاع الاطفال تاع التلاميذ، يعني كاينين ثانويات هيسدو كاينين ثانويات هيبقاو حالين يا هذيك، ولكن هينقصو من التلاميذ. اما المدارس ولا كريش والكوليج وداكشي كلشي هيبقى حال، المدارس كلشي هيبقى الحال، ولكن هيحاولوا ينقصوا من الوليدات الصغار، هيدي يفرقوا ويقادوا على قبالت هاد لا كريز سانيتير وارتفاع الحالات. المهم الصالونات غيبقاو حالين، ولكن سميتو لي ليبروري غيبقاو حالين، ولكن صحاب اللي تبيعوا الورود والزهور وداك الشيء الفلوريس هيسدوا غدا يصبحوا سادين. يا هادي البنات اللي تيسولوني على اكسيون قالوا لي واش اكسيون غتبقى حاله، حبابي فرحوا اكسيون غتبقى حاله، انا واخا ما تمشيش لاكسيون دائما لان الاكسيون اللي حدايا قريبه ليا صغيور ما فيهاش بزاف، المهم تمشي لها مره ولكن ماشي انا من هوات اكسيون لهذا الشيء. المهم تنشري كما تنقولوا تنشري بالعقل، غنبقاو حنا نشرو
خاصنا نشرو بالعقار كما تنقولوا. انا تنشري الحناني والقلب الهاني، تنشري منتوجات طبيعيه اللي تفيدني هي هذيك، وتنشري مكونات غذائيه وتنشري داكشي اللي ينفعني. المهم يا هذيك، المهم علاش قال لك، علاش سميتو، علاش ما سميتو، علاش هاد، علاش داروا هاد الكونفينمون، وعلاش هاد الكونفينمون ما دارش قبل؟ هذا هو السؤال اللي طرحوه الصحفيين والمواطنين. قال لك هاد الكونفينمون اللي داروا كان عليه يديروا هادي شي 15 يوم يديروه، يعني الحكومه الفرنسيه فاشله تعطلات، كان عليها تاخذ هاد القرارات وهاد الشيء قبل 15 يوم قبل. يا هذيك قال لك علاش ما كتروش هذوك الناموسيات السرير تاع لي غيانيماسيون، لان كيما شفتوا لي غيا هي هذيك ساتوري، ما بقاوش الناموسيات وما بقاوش هذوك. قال لك علاش ما يكبروش وما كتروش في السبيطارات على اساس ان لي يكونوا كثار. المهم هذا الصباح المواطن الفرنسي ما عجبوش الحال، هضرت نيس، الناس اللي في نيس هضروا على اساس انهم لا يعقل وما بغاوش يفهموا، وتا الناس اللي كاينين في لي اوت دو فرانس وليل دو فرانس ما فهموش. قال لك كونفينمون حجر صحي ثالث يا ديك، ولكن عندنا الحق نخرجوا وندروا وليدات المدرسه ومع السبعه نرجعوا، ولكن اللي فاتنا 10 كيلومتر خصنا لاتيستاسيون، وقبل قبل 10 كيلومتر نخرجوا النهار كله. قال لك ما فهمنا حتى شي حاجه، قال لك بحال اللي ما داير، ما كان لا كونفينمون لا حتى شي حاجه. المهم نادو الفلوري لي فلوريس، الناس اللي تبيعوا سميتو الورود والزهور، قالوا ليهم علاش حنايا نسدو والصالونات ما يسدوش. فوالا، المهم هادشي كله اللي قالوا الوزير الاول البارح ودار على شحال من حاجه كما شرحت. هي هذيك شحال من واحد باقي فلوغ، باقي ما فاهمش، كاينه لانكومبريونسيون، ما كايناش واحد المعلومه اللي تقنع البشر. يعني انا مثلا وسافرتم الله من قوت، انا تجي تقول لي غنديروا حجر صحي، انا نقول لك مرحبا. حجر صحي بالنسبه لي هي انني غندخل للدار، هنسد ولا هندي ولدي المدرسه وهنرجع للدار، ما هنخرج من حتى شي حاجه. هذا هو الحجر الصحي بالنسبه لي. اما تقول لي المهم تهضر بالنسبه للناس اللي ما خدامينش، اما تمشي تخدم اي الخدمه تخدمها، لان القضيه فيها الفلوس والاقتصاد وداكشي، لان عياو ما يخلصوا في شوماج بارسيال وعياو ما يخرجوا في الفلوس وداكشي. ومن جهه اخرى هي هذيك، ها انت داير الكونفينمون مع السبعه دخول الدار، ولكن نهار كله كوكات، دير اللي بغيتي نهار كله. والمهم المهم الحكومه الفرنسيه هادشي اللي قالتو ماشي مقنع بالنسبه للمواطن الفرنسي، على اساس ان هادشي كله اللي قالتو كان عليها في نظري وسميتو، وانا بيان سور كمواطنه فرنسيه تنعطي الراي تاعي، وقولوا لنا نتوما الاراء تاعكم احبابي احباباتي. هادشي كان عليها ديرو قبل تعطلات. انا بالنسبه ليا كان عليها دير واحد الكوفغ فو ولا واحد الكونفينمون تاع الويكاند، هادي تقريبا شي 15 يوم قبل ولا 3 سيمانات قبل. تعطلات، انا بالنسبه ليا تعطلات في القرارات، القرارات تاخذوا بطريقه معطله. هادشي كله اللي هضرت عليه بالنسبه لهادشي كلشي معطل، يعني طريقه باش داروا هاد لا جيستيون تاع التسيير تاع هاد المره ماشي تلي، ماشي تلي. انا المهم انا ما فهمتش مزيان، انا بحالي بحال دوك المواطنين اللي بانوا في التلفازه وقالوا بانهم ما كايناش واحد لا كومبريونسيون بارابور سكي سباس بالنسبه لهادشي اللي جاري، هادشي اللي كاين. واحد بين قوسين واحد السيد الله يكبر بيا، راني درت ليه قلب وجاوبته، قال لي راه ما تعرفيش تهضريها بالعربيه ولا بالفرنسيه، والله يرحم بها الوالدي. المهم اللي جيتك ما تنعرفش نهضر بالعربيه ولا ما تنعرفش نهضر بالفرنسيه، الله يرحم بها الوالدين. انا عمرني ما قلت بانني واعر في العربيه، وما عمرني ما قلت بانني واعر في الفرنسيه، انا سيده غير درويشه تنبارطاجي معايا داكشي اللي تنعرف وصافي. المهم الله يرحم بها الوالدين على داكشي اللي قلتي. هادشي اللي كان في هذا الفيديو، بغيت نكملها بهذا السيد اللي قال لي ما تعرفيش تهضري بالعربيه والفرنسيه، والله يكبر بك اخويا، الله يرحم بها والديك. اش نقول لك، جمعه مباركه بالصحه والسلامه والرزق يا ربي والتيسير، وبكلمه طيبه، كلمه طيبه، عرفتي الفم اللي تخرج كلمه طيبه راه عرفت عندو واحد الحسنات لواحد الدرجه، بغض النظر على
على التعامل وعلى التعايش وعلى القناعات. هذيك الكلمه الطيبه وديك الابتسامه اللي تعطيها لخوك المسلم راه كنز لا يفنى. هاسي واسي خليت لكم الصحه والسلامه والعافيه. ما تنساوش خلوا لي اش بان لكم في هذا التخربيق، واش بان لكم في هذا الشيء، واش بان لكم في هذه الحكومه، واش بان لكم في هذا الحجر الصحي الجديد الثالث. قولوا لي اش بان لكم. الله ييسر، الله يعاون، والله يفرح الجميع. وتحياتي تحياتي كما القاعده سميتو العرب، العرب الجزائر التوانسه ومغاربه العالم والمصريين وسميتو السوريين اللي تتبعوني والعراقيين. المهم تحياتي لجميع الناس اللي تيشوفوا فيوني واللي ما تيشوفونيش، تحياتي اليكم. خليت لكم الصحه والراحه والعافيه.